السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. عندي تسعة قطع، أربعة علوازيات، المكان الملكي، بس المكان هذا شلون نقول لك، يعني دربونا صاير اللي قالنا يا أبو حيدر، اللغات اللي بيه ما مطروقة، يعني فالشي ما شاء الله ما شاء الله، يعني من تسمع يعني تروح بغير عالم، هل قد ما اللغة الطير يذبها، يعني شلون أقول لك، بمزاج زين. وعندي خمسة تاجيات، اوكي، هذين الاثنين العلوازيات الاربعة، اثنين فحل حايلات واثنين طواير. الفحل باوع باوع باوعني، بس باوع الريش ما تشون مخربط، شوف شوف هذا رقم واحد، باوع الريش قد مخربط زين، والطير هم ديتلك، الطير متلك باع براسه وبجناحاته، يعني جاي يبدل الريش وقرا. بس شنو اللغتين اللي ذبهن؟ ذب لغتين، هو الاولى تقريبا طبق اللغه، بس لانه خايف ما دا يكملها. بس شنو الحنجره؟ باون، قنبله 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 ذريه الحنجره مالته، هذا رقم واحد. ورقم اثنين حكى بشكلين عندنا، حكى على المرتاح، وحده اول شيء تفارع عبالك طور، هو شاف عصفور تفارع عليه، وبعدين حكى مال خوف، ذب يمكن ثلاث لسانات لو اربعه، شيء احلى من شيء ما شاء الله. هذا رقم اثنين الحاي. وهاي عندي طواير اثنين هم نفس المكان وياهن، هم فتحن ما شاء الله، هم لسانات كلش حلوة ومميزة. هاي رقم ثلاثة وهاي رقم أربعة، وهذني عندي التاجيات. هذين التاجيات خمسة الموصيني عليهن، يعني بيهن بس تك نثية، أوكي، وأربع فحل. صورتهن أنا من قريب حتى تشوفوهن، ريش كامل، نظافة فول، كشونة فول، كلش حلوات، تحياتنا.